اي مخالفه صارت واي كارثه صارت واي مشكله صارت الدفاع المدني تدخل بها وراحوا ضحايا بها، ما شفنا عقوبات، ما شفنا اي التزامات قانونيه او اثار قانونيه على المسبب اللي صار. ذولاكم يمشون طولهم، اللي حرقوا الناس واللي مات الضحايا من جرائهم، ولا كانه واكو بضائع راحت وفلوس مليارات. هذا طبعا تاثير اقتصادي على البلد، تاثير كبير جدا، لكن ما يحاسب. ليش؟ انه اكو مجاملات، اكو واسطات، اكو رشاوي، اكو كل الطرق السيئه والدنيئه تستخدم على حساب الضحايا. ممتاز. زين انا اليوم مثلا كتاجر اجيب بضاعه بملايين او مليارات، اخزنها بمكان اعرف انه هذا المكان ما بشروط السلامه، قابل للاحتراق، للاشتعال، لاي، شنو اللي يجبرني اجازف بهذا بدلا ما اجيب لي فد مخزن او اغير مخزني الى مخزن امن على اموالي؟ مطمئن انه هو يدفع مقابل انه يبقى يشتغل بهذا الاسلوب، فلذلك ليش يروح ياجر في مكان اخر وينقل لا ينطي فد مبالغ بسيطه ويسمحوا له بها. هذه المبالغ كشنو ينطيها؟ رشاوي. فلذلك احنا نقول لو القانون 44 يتعدل ويسمح لهم بمصادره كل البضاعه للدفاع المدني، وحياتك ولا تلقى اي حادثه تصير عندنا.